السلام عليكم متابعي قناة بيتي ستار، هي قناتكم. مرحبا بكم، صباح الخير. اليوم بيتي ستار جيت باش تبارك لكم العيد. اولا الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ويا ربي يا ربي زعينا هذا الوباء هذا وترجع الامور كما كانت احسن يا رب. وعيدكم مبارك سعيد وبصحيحة والسلامة عليكم ولوالديكم ووليداتكم، واللي مريض الله يشافيه، واللي مات الله يرحمه في هذا النهار، واللي حاملة الله يفك سراحها بسلام، وليت تسنى الوليدات يا ربي تعطيها الذرية الصالحة وبالنجاح لوليداتنا ولوليداتكم، والله يسمعني عليكم دائما خبر الخير. اليوم بيتي ستار جات باش تشارك معكم الفطور ديالها، وتنقول لكم تفضلوا مرحبا بكم. هذا النهار هذا مبارك مسعود، وتعايدوا وتعاودوا يا ربي. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، وقبلوا مني هذا الفيديو ديال اليوم هذا، والله يسمعني عليكم خبر الخير.